أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من اقتنى حماما أو غيرها من الطيور والأرانب والدجاج؟ من؟ يقول: من اقتنى حماما أو طيورا والأرانب والدجاج وليس له قصد من ذلك إلا لأجل أن تأكل الأكل الزائد، فهل يجوز له ذلك؟ ما في معنى، ما في معنى من اقتناء المباحات هذا، إلا إذا اقتنى الحمام من أجل المسابقة عليه وأخذ الجوائز أو اللعب به، هذا لا يحل ولا يجوز. نعم.